السلام عليكم، شلونك اخوي؟ ان شاء الله بخير. تعال هنا، تعال تعال، احنا قلنا اليوم السائق متعاون جدا بحيث انت جيت على اوراقك. سؤالنا شنو مخالفتك؟ ناس اللي ما تي جنسيه ولا جاسوس. تمام، تعرف انه اجازه السوق المفروض دائما وياك، صح؟ صحيح، بس انا ناسي ناس الجزدان كله. ناس الجزدان شلون هسه سيدي؟ هسه هو ناس الجزدان كله. هسه المفروض احنا نحير وياه، شنو مخالفة الشخص اللي عدم حمل اجازة؟ عدم حمل اجازة هي اما حجز، ها؟ واذا كان عنده دوام ودوام رسمي فاحنا ما نحجزه، احنا نكتفي بالنقاش، نفرض بحقه الغرامة اللي هي عدم حمل اجازة السوق. نعم. غرامة 150,000 وذا يدفعها في خلال 72 ساعة 25,000 يدفعها ضمن مقر القاطع ضمن الحسابات. اعطيني مستمسكات يا سيدي. اخوان احنا واجبنا هو نشر الوعي والثقافة المرورية. طبعا في بعض يعني اغلب الحالات احنا دنغرم، لكن اكو حالات انسانية. الاخ عنده حالة انسانية قال انه ويا غايتنا هو تسهيل امره، لكن نريد ننبه على معلومة وننبه اخواننا سائقي المركبات وننبه زوجات سائقي المركبات، دائما نبهي على إجازة السوق. ليش؟ لأنه عدم حمل الإجازة السوق عرضة للمخالفة. هاي الأوراق نصيحتك إلى نفسك وإلى سائقي المركبات، لأن الإجازة المفروض مو تعوفها بالبيت، المفروض تجيبها وياك. نصيحتك إلى نفسك. نصيحتي إنه بعد ما أنساها بعد. أبد. أنا أتمنى لك كل صحة والسلامة، توكل على الله. إحدى المخالفات المرورية اللي دائما من ننبه عليها اخواننا سائقي الدراجات الناريه، احنا وياكم لكن بنفس الوقت تلتزم من نشوف دراجه ناريه والحلو بالموضوع انه هو جاي عكس الاتجاه، هل من المعقول يعرض نفسه والاخرين للخطر؟ السلام عليكم. شلونك اخوي؟ هسه عفنا من الدراجه، ما نحكي على الدراجه، مو موضوعنا الدراجه، لان يقولون انه ما علق. المهم انت جيت عكس الاتجاه، تعرف شنو عكس الاتجاه؟ شو؟ رحم الله والديك. يعني شنو؟ طريقي غلط. مو سبق اصرار، يعني انت برجليك تروح للمخالفه، واذا صار لا سامح الله شيء بيك راح تسبب مشكله للاشخاص الاخرين. صح لوني غلطانه؟ ليش جيت رون؟ طريقي صار منه انا وكلش متاخر على الشغل، طالع متاخر. تمام، ارجع لي هناك بالدراجه، ارجع لي بالدراجه. زين، احنا بما انه نتكلم عن موضوع قياده الدراجه، المفروض انه يكون سائق الدراجه عنده وعي. زين، ليش عم يحافظ على سلامته؟ انت لا مرتدي خوي، صح؟ لا سامح الله، هاي امور دنيا وهذا شارع. اجى واحد طخ الدراجه مالتك وقعت على راسك، هسه يقول انا ما ظلمتها، بس هي حقيقه علميه ترى، صح؟ واقع، احكي واقع، صح؟ واقع. زين، انت بعد هذه جمله المخالفات تعليقك على الموضوع؟ انا صحيح اسوي هاي الاغلاط، بس اكو بشر يضطروا لها. على عيني وعلى راسي، بس سلامتك اهم طبعا. صحيح. اكيد عندك عائله وترجع لهم ووالدتك. صحيح. اكيد يخافون عليك، صح لوني غلطانه؟ فانت احتمال انت اوكي ما عندك مشكله وماشي بطريقك تتعرض الحادث، طريقه تمشي بيها امان الله يعني، واذا يريد يصير قدر الله يسوي بعد عيني رب العالمين. وانا يعني صحيح جاي مخالف، بس انا منتبه يعني، امشي على كيفي، ما جاي مخالف ويعني امشي بسرعه. أقول لهم نعم يعني سيدي، هي هسه المخالف اللي وحيد اللي عنده مزح المخالف. نعم. مستمسكاتك وين؟ يعني هي دراجة، يعني انت كل زين تعرف ايه؟ انه الدراجات يعني انا تراها كانت محدودة، البارحة طلعتها تنفيذ يوم الاحد الصبح، انا طلعها من مركز دافع. فرصة السيد المقدم، الست مقدم هذا، انت هذه الحكاية مو محددة، كل انسان يخالف يعرض نفسه للمساءله القانونيه. نعم. والقانونيه المساءله سواء حزت الدراجه او تغرمت، لكن احنا هسه المفروض اني هسه حزت. انت لوحات ما عندك. لوحات، اي لوحات ما عندك؟ يعني هسه شيء يثبت هويه الدراجه شنو هي؟ يعني انت لا عندك مستمسك انت حامله. ولا اجازه سوق. ولا اجازه،
ولا دراجتك مسجلة، يعني أنت مخالف مع سبق الإصرار والترصد، صح لو أنا غلطانة؟ نصيحتك هسه عوفك من التبريرات، هسه أنت مو حلو بالبداية. يعني حكيش منطقي صحيح. صح؟ هسه أنا أريد نصيحتك إلى نفسك وإلى سائقي الدراجات فيما يخص المحافظة أقلها على سلامتكم. والله صحيح يا حبيب. إيه؟ على كيف الطريق. إيه؟ ولا تعاكسون يعني. إيه؟ النظام والقانون. رحم الله والديك. صحيح أنا ماشي عكس بس أنا مو دائما أسويها، مرات من الطرف يعني أنا مفروض. مرات الصيف. ونص أنا بالدوام، شغلي بالإعلامية فاضطريت يعني شوية. أنا أقص من الطريق حتى أوصل أسرع. إي. والله أنا طريقي دائما منها يعني عادي أطلع من وقت بس اليوم مين متأخر عشان. تمام، أنا أتمنى لك كل الصحة والسلامة وربي يحفظك وعسى أن تكرهوا شيئا، يمكن أنت كرهت وجودي اليوم بهذا المكان بس هو راح. والله بالعكس أنا بالفترة المقبلة تتعرض الشغلة تذكر حكاية. إي فاني القانون المرتب، أنا 8 سنين عايش بالخارج وشايف القانون برا. هاي من نرجع هنا واشوف ايش يعني هواي خربطه. يلا ربي يحفظك.